رحب فيك. اهلا فيك عمر رحباني. عم بتسوق في اول حلقة. هذا شرف كثير كبير انه نجول فيك بالمنطقة هون. الله يخليك. انا حابب بلش اول شيء اسألك بالشخصي هيك للناس اللي بركي ما بتعرف. عمر غدي منصور الرحباني. عمر أجل. بن غدي بن منصور. هيدا التعريف عنك بتحسه عبء ولا مفيد؟ يعني سيف ذو حدين. ايام بيكون مفيد. مفيد جدا انه بتعرف قليل واحد بيه غدي رحباني وجده منصور رحباني انه مهمة. اكيد. بتفيد. يعني بيهينولك العلامات بالمدرسة. بيهينولك بيطففوك صفوف يعني. بس بخلصوك من كم مشكلة. ايه معلوم. بس ما تنسى انه كمان خصوصا اذا لانه انا اخترت عن الموسيقى فبتصعب هون يعني بيصير عندك انه حمل جيل الاخوان تماما وجيل الثاني قليله مش قليله ابدا لا بس ايه يعني بس ما كثير بتوقف عليه للسؤال يعني انه انا عشت ما كثير توقفت على موضوع انه مين بي ومين جدي على فكره على هيدا الموضوع يعني انا اكتشفت موسيقتهم مش من خلالهم يعني اكتشفت موسيقتهم وعالمهم من خلال الاصحاب من خلال الاقراب لالي يعني مش من خلالهم يعني. بس انا اللي هيك السؤال من محل انه بتاعت الهم المقارنات انه كل ما بدك تعمل شغله ايه بس ما عملوا كذا وعملوا كذا ليش عم تعمل كذا هيدا النوع من العبء يقارنوا ما في مشكلة لا شو يقارنوا انا بدي اشتغل شغلي يعني طيب بدك تقول انه تعرفت على موسيقتهم مش من خلالهم ايه كيف اذا يعني انت قاعد في جدك بالبيت في منصور رحباني ولا مرة بيسمع موسيقته ولا بيسمع شغله لا اكيد اصلا ما يعني بيسمعوا شغلهم وقت اللي عم يشتغلوا بس انه ولا مرة بتلاقي حدا حاطط سدايو عم يسمع سدايو يعني انا مستغربة يعني اصلا هلا انت يعني على حالي شغلك ما بتسمع شغلك بس يخلص خلاص نسيته يعني هلا يعني انا هلا صدر بيانو كونشيرتو الالبوم تبعي شوف لي وينه بس سديت هون في عندي سيناترا هون في عندي جيمس بوند وفي عندي جوبيم هلا بنسمع شوي انا وياك كمان هلا بنسمع شوي تعرفت على موسيقتهم من اشخاص من موسيقيين انه بذكر هلا يعني او اصحاب كثير قراب لي من الي رزق او هادي عيسى هول الاشخاص اللي عايشين حوالينا ومن خلالهم سمعت موسيقى بي يعني شفت الموسيقى ومن البرسبكتيف المختلفه مش من البيت واللي هي بتصور احسن اكيد احسن مما اشوفها بطريقه فيها تكون نقديه اكثر يعني في واحد اكيد أكيد أصلاً النقد كتير عنا بالبيت كتير كل وقت في نقد على كل شيء بنعمله وبالتالي بس تسمعهم من أشخاص خارج السيركل يعني بتشوفها بغير طريقة هو أكيد بيك مرافقك كل الطريق بس جدك لحق يسمع موسيقتك مزبوط قبل ما يتوفى جد سمع إيه أكيد بس ما ايه ما كان يعني سمع ناشونال جيفت اللي هي مقطوعه كلاسيكيه عملتها سمع لحقني هلا بخبرك شوية كيف توالت الموسيقى بس سمع موسيقى شعبيه الفتها كمان بس علاقتي معه ابعد من هيك يعني علاقتي كنت يعني بس اللي جدا انا دغري بتذكر بشوف قدامي مكتبه
كاس العرق ايام مش على طول. البلانترز كاجو بلانترز هذا ماركه طيبه، وتلفزيون قدامنا الاخبار، وحسب الاخبار بنحكي بنفتح مواضيع وبتجر بعض المواضيع من موضوع فلسفه ل لموضوع الجمال. لا كان حط فاشن تي في ايام نحضر انا وياه فاشن تي في، ايه عنده اخبار يعني. و شاس ايباش غرامه كان غرام يعني الصيد بيرده لطفولته كل الوقت، مش معقول ما فيك تصور قد ايه. وطني ما نويت هجرك إلا أرجعتني عفوا إليك الطريق. ها هنا نحن لن نزول، فنحن الصخر والبحر والزمان العتيق. خيار الموسيقى هو خيار انت اخذته بلحظة ما، ولا ما وصلت تاخده كنت بهذا الجو من الاساس؟ ما بذكر، ايه ما بذكر، ما بذكر بذكر اي متى قررت انه غوص اكتر، بس ما بذكر انه اخذت قرار صير موسيقي او دق بيانو او من نحن وطير صغار موجودة. بي من انا وصغير كتير بيسمعنا موسيقى وبيحضرنا افلام وما بذكر، والبيانو موجود، العابنا البيانو الكاميرا يعني هو موجودين من نحن وصغار يعني انا وصغير. بس من انت وصغير مثلا في حدا بيدربكم، ولا من انت وصغير انت بتدق تدريب صار على عمر 6 سنين 6 7 سنين. اجوب ارسلانيان استاذنا اللي كنا له ما فيك تتصور قد ايه احترام ومحبه، وهو استاذ العائله تقريبا كلها يعني الجيل الثاني، وجزء يعني يمكن كمان فترة هيك رجع درب شوي عاصي. ف كتير عندي هيك علاقة وطيدة باستاذي، وطريقة العلم اللي علمنا اياها مش كتير من الموسيقى. هم كنا بنحكي فيها انا وياك انه ما بنتعلم موسيقى، ما بتتعلم موسيقى بانك تتعلم وقت تتعلم موسيقى، بتتعلم موسيقى بالحياة. يعني نص دروسي كانوا انا بغواب دهور شوير، علمني على اسماء الشجر، على الاطلب، على اللزين، على المغر، على يعني هيك شوي شوي. اكيد تقنيات بدك تتعلمهم، تيوري سولفاج الكونتربوان فيوغ والتقنيات الموسيقى بدك واحد يتعلمهم اكيد، بس التاليف ما في، مش بابا شو بيعلموا بالتاليف بالمدارس والجامعات. يعني اكيد فيك فيك تطلع على كل المؤلفين، بس انه هيك يعلموك هي الحياه، هي نتاج شو بتشوف بالحياه. انا هيك هيدي برايي يعني ما بعرف، نتاج شو بتشوف بالحياه وبيترجم لموسيقى. كانوا يخبرونا بالمدرسة عن الكونتراست بين موزار وسالييري. في واحد بيعرف يعزف أكيد، بس بيعرف يعلم موسيقى بس ما عنده الجيني تبع الإبداع، وفي واحد عنده الإبداع. وقت واحد يتعلم موسيقى بيقدر يقفر حاله هو وين، هل بيحب الموسيقى لأن بيحب يعزفها، اما لان عنده خبريه بده يقولها؟ سؤال بيتخطاني، ما في اعرف غيري شو بفكر وكيف. لا يعني هو عنك لك. ايه انا عني انا والله ما بعرف يعني متى اول شيء هيك طلع منك، يعني
عزف طلع منك؟ لا على موسيقى. عمر يعني كنت عم شوف بالوراق اللي عندي اياهم اشرفين بي كان عن جد هيدي شغله كثير حلوه يعني حظ انه على عمر بال 95 96 مكتوب على الورقه يعني انا مواليد 89 5 6 7 سنين كنت مؤلف ومكتوب الدات بس ما كنت اعرف نوت فكان بي نوت لي اياهم رفيق نوت لي على قد انا شو كنت مؤلف فمن وقتها يعني منهم بقي مع الوقت كله باقي الوراق كله باقي انك استخدمت المقطوعات لا اكيد لا بس في هيك في روح معين في حب للبناء هي انك تعمر في جو في بركة هلا بس نطلع البيت بسمعك يوم شو انا بطلع البيت تنسمع تحديدا 100% اهلك كيف يعني كيف تعاملوا مع فكره الموسيقى شجعوك عليها وقالوا لك شو بدك هالشغله جربناها وما بتعيش وهالنوع من الحديث يعني خصوصا خيارك بالموسيقى اللي هو شوي على كلاسيك اما انماط مختلفه بس مش انه الشعبي ماشي بالسوق بلبنان ايه لا انه اهلي بي ما بيعرف شيء ثاني كمان زيت المشكله يعني وامي مش هينه يعني امي كمان راقصه وكل الوقت بالمسرح ويعني انا بالنسبه لي الانبوت كثير كبير من امي باحساسها الموسيقى ف ما بعرف يعني لا ما ولا مره ما كانت انيشو اصلا لا لا ولا مره انيشو بس بقول لك انا بفتره بتعرف واحد بيتمرد على اهله انه على عمر 16 اكثر 17 18 اللي هن انه اخذكم اخت العيشة بدي غير بدي روح بدي فل قررت اخد شقة بصليم هون فوق اول داعم لقلي كان اني فل هو بي يعني جيت تمرد عليه انت هو شريكك بالانقلاب عليه محتال سياسي محنك فظيع بس ليه برأيك لانه بده ييني حده عرفت بده عائلته حده بده ما بده يخلق شرخ عم بقول لك والله هالسياسه يعني لازم يعني تفكروا فيها انتم الشباب انه مش معقول شبابك انت تفكر فيها كمان هلا انت يعني فعليا هو عمول تمردك هون احسن ما تعمله بقطيعه معنا 100% انه خليه ضمن ال باي عمر ضمن احسن تفلي من البيت 18 19 ايه اخذت شقه هيك على فتره و بتفوت عليها بتلاقي نايم عندك يعني. لا مش هلا لا بالعكس بالعكس معيشني اياها انه خي هذا تتركوه هو مش مرتاح مش كذا بس لا بي مثلا بايام المدرسه شريكي بالجرم من ايام المدرسه يعني ما كنت حب روح على المدرسه انا بدي ابقى بالبيت اتمرن دق الف شوف موسيقيين اقعد معهم روح على استوديو اول شخص داعم للموضوع بي يعني انه كان كل يوم يخترع حجه للمدرسه قوم الصبح له بي لك اليوم مش حاسسها كثير ارجوك بس اذا فيك تعمل تليفون للمدرسه بيطلع هيك وبيقفف وبياخذ التليفون وببلش يدقدق كل يوم في حجه بيبتكر حجه بس هون بتساعد انه بيت الرهبان 100% المدرسه بياخذوا وبيعطوا اكثر ممكن يعني بيت غصن ما كانوا كثير ما كانوا كثير سمعوا له لبي سمعت أول مرة سمعت لك موسيقى يمكن من شي 5 6 سنين ناسي صراحة بس من كم سنة لورا كنت على يوتيوب وعم بحبش وطلع قدامي تريبيو تعامله لمنصور الرحباني انطباعي هيك أنا عم بسمع إنه في عنف يعني في شي فيك شوي أقسى بس هذا انطباع من شغلي
طبعا يمكن غلط. علي مظبوط انه ايه ممكن. هلا هلك وين رجعت حسيت مبلا في شيء منه. كل يعني في جسر القمر عملتها بألبومك اللي قبل هلا باسبور صح. باسبور عملت لها كمان مثل ريميك مع ميكس بقصص تانية سيمز. كمان حسيت في تاندانس ل يعني اذا الرحابني عندهم براءة في شيء من هذه الروح بس بعدين في شيء بيكسر في شيء بيتك. تفكر فيهم هو على حالك ولا بيجوا؟ لا لا اكيد بيجوا طبيعي بس هلا لانك عم تسال عم بجرب حاول حلل انه اللي بيعيش اربع اب واللي اللي بيشوف اللي شفناه معقول يضل بريء وانه سطوح الارميد و هلا عجقه ليك اسمع ليك يعني ليك العجقه يعني هلا شفت لك البرومو اللي عملها كمان ل بيانو كونشيرتو ايه عم بتقول فيها انه اللي بيسمع هو عن مشاكل السياسيين مش كيف بده يطلع معه موسيقى خد بقى روح العب حد بيتك ما بدي العب وراح حد بيتك وراح حد بيتك ما لك دخل وين بدي العب يا سيد مصطفى الدكتور بتفاجئ مش لا 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 شباب 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 ايه اللي بيحضر هيك مشاكل كل يوم طبيعي يطلع معه هيك موسيقى بعدين شغلة يعني أنا بعتبر أنا وياك بذات الخندق يلي انحكى عن لبنان من خلال الرحابني وكل هالموسيقيين ومفكرين زكي نصيف وسعيد عقل خي بدنا إياه يبقى على الورق ولا بدنا نطبقه؟ إيه يعني بعرف أنت محبط محاولة التطبيق يعني, يعني بتتعب يعني إيه بس 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 فينا نوصل يعني وقت اللي بيتجمعوا اللي عندهم ذات النهج والفكر بيتجمعوا مزبوط بيصير في نوع من التجمع حقيقي تهين شو الخبرية صح انه اكيد انت بلشت باصعب ظرف وين صار الطعن دخلك؟ لا والله وين صار؟ عم بيقولوا هلا وقت تطلع المقابلة بيكون عم يطلع الطعن يمكن بنفس النهار اه والله ايه بس يعني يلا ان شاء الله خير منطر بس انه ليك قليل شو كنت عملت؟ ايه بس ما بعرف شو كنت عملت يعني هو انا بالنسبة لي المواجهة بعرفها النتيجة مش ما بعرف شي عنها بس بعرف انه هذا اللي لازم ينعمل عادة بالفن في ناس بتقول ونظريات هولي انه الفن جزء منه هروب من هيدا الواقع قديش في يكون كمان مش هروب بالعكس يعني هو نتيجته انا مرة عم بسمع حدا فيلوزوف عم يحكي عن الفن انا دايما بسأل حالي ليش الفن مهم نعرف انه الفن مهم بس في مرة حدا يفكر عن جد ليش الفن مهم طلع بخبرية كتير حبيتها انه الفن فيه جماليات بحزنه بسعادته مش هون الفكره بس في جماليه ما بتوعدك ببوتنسيال لعالم حلو بمجرد انه قادرين نعمل هذا الشيء الحلو فانا بالنسبه لي نفس الشيء السياسي مش مهم النتيجه بس اذا واحد بيعمل شيء حلو بيقعد انه طيب يعني في امكانيه لشيء حلو ايه معلوم بعدين هي ايه اكيد هلا بخصوص وظيفه الفن في عد في لها كثير وظائف في الفن الترفيهي في الفن اللي معمول الراقص معمول تيرقصك في الفن اللي اسمه فن هلا في خلينا نعمل حتى بإطار الموسيقى في الموسيقى اللي بسموها فيرنيتشر ميوزك يلي محطوطه تتكون باك جراوند ميوزك حتى نحن انا وياك عم نحكي الموسيقى هيك بالباك جراوند موجوده عايز اقعد لك بكافيه بشي طبيعي 100% في الموسيقى اللي لا عندها هدف انتلكتويال يعني بدها تخبرك شيء هي موسيقى هي بحد ذاتها الموسيقى بدها تخبرك شيء تخبرك يعني تخبرك احساس ايه توصل شيء اكسبرشن توصل شيء في لها كثير وظائف في الموسيقى الناسيوناليست اللي هدفات قومي ام عسكري ام وطني ام 100% لمعت ابواء الثوره
تحت تندرج تحت هال هالجو يعني، وبالاخص انه جاي كونتكست بكونتكست مسرحي صح. يكون يعني تعرف قصه. طيب بباسبور كان في مقطوعات، في شي 10 مقطوعات قصدت بباسبور، يكون موسيقى وثلاث قطع، واحدة كورال واحدة غناء لا غناء ميل واحدة في ميل. الميل كانت الغنية الاجتماعية السياسية تبع الألبوم بعنوان أناركيا، والفي ميل هي بعنوان شتة وشمسية أمبريلا وومن صح، بتغنيها صبية اسمها غادة نعمة، هي اختها العبير، هي اختها العبير 100% صح. انا اكثر شيء هيك حسيت ميكس حلو من الفيلينجز بابل، في لها اسم قبلك كمان شيء بروجرام ميوزك، بروجرام ميوزك 하디스 شوي ايدنتيتي معلوم شو الايدنتيتي، لانه في هون ميكس ليك بدي تجاوبك هلا بتعرف، لانه انا لي فتره جمعه مفكر بموضوع الايدنتيتي. بسالك ساكسوفون شو بتشوف اول شيء بيجي على بالي؟ انا هيك جاز هي من خلص واقف عندك. طيب اللي مقل اللي مخترع الساكسوفون بلجيكي باوروبا، ابيض لنهار البياض، ما له علاقه بالجاز، ما خصه بالجاز، اسمه ادولف ساكس، اخذ اسمه هو شيء جوزاف بس ادولف ساكس. آلي ما زبطت معه، ما زبطت، ما قدر يسوقها باوروبا. اه والله شخص اخذها على امريكا، شيء بتصور بالميليتري صاروا يستعملوها اول شيء بالباند، تصارت بعدين آلي اللي بترمز أكتر شيء للجاز، وبتعرف شو الجاز، شو يعني الجاز من الموسيقى الأمريكانية. بس لحظة، ليش الموسيقى الأمريكانية أمريكانية؟ منا جاي أفريكان أمريكان صحيح، يعني منرجع وبالتالي، وهذا موضوع كمان بحكي مع الكل وبالأخص مع هادي عيسى اللي عن جد منا شي نهار تقعد طويلة، لأنه التولي اللي بتستعمله مش هو اللي بيخلق الايدنتيتي، انت كيف بتطوع هالتول بتعمل فيها الايدنتيتي. يعني وقت اللي زياد رحباني بدق على البيانو بيطلع معه شرقي، بس البيانو مقلب مخترعه كريستوفوري تلياني. يعني انت وقت تاخد التول وبتبتكره بطريقتك بتعطيه الايدنتيتي تبعيتك. نفس الشيء الاخوان رحباني ببداياتهم كانوا يسمعوا ايقاعات ارجنتينيه وتليانيه، بعدين حطوا البونغوس بإيقاعاتنا، صار البونغوس عم بيدق اللف وعم بيدق المقصوم. بونغوس هو الصغار هيك ريتميك، يعني ريتميك آلات إيقاعات لاتينية بامتياز، صاروا فاتوا بالثقافة تبعيتنا. مش معناتها هيدا طلاقيت وبتار يعني لا، بالعكس هيدا جزء من، صار جزء من هويتك، لأنه عرفنا نجحنا بانه ان نطوعه يصير يشبهنا. يمكن صار وقت نوصل لعندك تبلش نسمع لانه هون الحديث عن الهويه اكثر شيء في هيك امور خرج واحد يسال عنها معلوم. هلا صرنا بالبيت، هلا في مصيبه. انا وقت جيت لعندك قبل بمره كنت عم بدق وطالع الموسيقى واصله على الطريق، فهون الجو حواليك كيف وضعه معك؟ لا انا هربت لهون. اه هربت لهون، لهونيك اصعب، هونيك كارثه، عامل هونيك يعني الله الجيران كارثه كارثه يعني. طيب ليك شو الفرق بين ما بدق واحد على البيانو بيانو وفي شيء مثل الاورج
وبيحطه بدينته يعني بصير عم يسمع هو بس شو عم يدق. ايه فهمت قصدك، بس هيدي علاقتك فيها علاقة خشب، عم بتدق بالخشب عم بيغرزوا ايديك، بتحس فيزيكلي بيطلع الصوت، تنغمر بالصوت، بيغمرك الصوت. بتدق على الأورج شي تاني؟ لا هلا حلو اصوات الأورج، بس ايه انا بالنسبة لي هيدي this is the real animal هون شغلة يعني. الأورج بيعمل اصوات تانية الكترونيك اكتر كتير حلوين، مش انه مش انتقاد للأورج، بس هاي مش هيديك، هيدي غير شي. طيب قلت لي بالسيارة عن بقى تخبرني عن ليبانكولي. ايه ليبانكولي بأربع آب صار الانفجار. هلا تذكرت انه ما خسر باسبور لانه نازلة 2020. ايه يعني بحطوا الديت صح محطوطة 2020، فما اكيد ما خسر باسبور اللي قبل. صح بعد أربع آب صار الانفجار، بعدها بيومين بتذكر قالوا لنا ما تطلعوا بالسيارات لانه ممكن تشت علينا مواد كيماوي قصص الطاره 100%. ظهرت من البيت طبعا نزلت قويه كتير، لك سخريه القدر نزلت مدرسه الشانفيل يلي هي أسوأ نزله هيك القاسي 100%. نازل هيك وفي غيمه قررت تشت فوقي استقصدتني وينه مش مع 100% هيك شدت فوقي ونزلت السيارة وما عاد توقف. تصحيت نزلت من فوق ضليتني ضارب بعمود كهرباء تحت أرباك، راحت السيارة على الكسر، زمطنا يعني، بس إيدي ما زمطت، كسرت إيدي، عملت شيء اسمه راديوس. المهم أسوأ أيام حياتي، سهت روما لحد هذا شغله وهذه حياته. شو راحت إيدي، عملت عملية حطولي شلوفي وبعد 8 أشهر قال بيرجع بيشيلون ومدري شو. بيت بايد شمال وقررت انه اعمل قطعة بس لايد شمال، لانه بالنهاية ايد شمال مش معناتها ايد واحدة، معناتها خمس اصابيع. اذا بتحط بتشوفها من هالمنظار بتصير تشوف انه لا يعني في عندك خمس اصابيع وعندك البيدال للبيانو، في شيء اسمه بيدال تحت بيخليك تتصرف. وما بنكر لك كمان انا وصغير عندي حب لاني احاول قد ما فيي وظف كذا شغلة لايد واحدة، يعني كنا عم نحكي عن موضوع الايقاعات مثلا، كيف ممكن تنفذ ايقاع على البيانو مثلا، في شو صرت بدي اعمل، بدي احاول كل هاي اللي عملتها بالايدتين اعملها بايد واحده. ليه؟ تحرر ايد اليمين، وهذا مصطلح سياسي تحرير ايد اليمين، تتعمل غير وظائف اللي هي الميلودي. عرفت؟ فمن وقتها بس هو حدا يفهم شوي الكونندروم، يعني المعضلة اللي عندك اياها، هي في وظائف بازيك بالبيانو للشمال ولليمين غير عن بعض؟ صح، يعني هن أصلاً مفروض يشتغلوا شغل مختلف عن بعض. مزبوط. فإذا شلت واحدة من اثنين أكيد في إيد بقى تعمل وظيفتين. أكيد هلأ. بس هلأ جمال البيانو، أنا ليش عم نحكي على البيانو، ليش المهم البيانو؟ البيانو بيسمح لك تشوف التوزيع قدامك، على عكس إيه الفيولون بدأ نوتة واحدة، البيانو قادر بذات لحظة تضرب 10 نوتات وأكتر، كمان إذا بتستعمل البوس لتضرب نوتين بصيروا ما عندك من هون نوتين هون نوتين وهون خمسة، طلع عندك 12 بيطلع 12 مظبوط، أربعة وفي أربعة براته 100 أيام في عن مدرسة كيرس. فهيدي الشغلة منيحة بالبيانو. إيه في وظائف مثلا عم نحكي كنا عن الموسيقى البرازيلية، وحب فرجيك هيك الشغلة كيف بثلاث أصابيع هون حاولت أعمل قلد صوت الجيتار، هي غنية برازيلية عم بحولها كنت للبيانو. جيتار بالموسيقى البرازيلية مثلا عم بيعمل الى اخره، فهول بهتلت اصابيع، بهيدا الخامس بعدنا بايد شمال
بدي اعمل البيس يلي بالموسيقى البرازيليه بتحسه شوي كاونتر انتويتيف، بينزل على الايقاع الثاني والرابع مش على الاول والثالث، على عكس نحن الموسيقى الشرقيه اكثر بنحس الايقاع على الدوم دام تيكي تا دوم تيكي تا على 1 2 3 4. بالبرازيلي لا بحسوها 1 2 3 4 1 كدوغوم كتري كدوغوم كوم كدوم دوم. اوكي، ف حبيت بخامس اصبع اعمل البيس بيبقى عندك اليمين فيك تعمل فيها الميلودي شوي بيرجع هيك برجعني على اللي كنا عم نحكيه، في التأليف في محل والعزف هو تكنيك حالة تانية. يعني العزف شيء أكيد، لأنه في واحد مثلا تجي تعطيه مقطوعة بتتطلب شيء وما يقدر ينفذه مثل ما أنت بدك. معلوم، يعني مش ميكانيك. لأن احنا بالموسيقى الأغاني حتى انا عندي مشكله ما لاحظتها الا وقت واحد يبلش يروح يسمع موسيقى لايف، تسمع موسيقى لايف شي محل، واذا تروح على حفلات الاغاني حفله لحدا عاملها بتحس اوكي في فرقه موسيقيه بس في موسيقى هيك، ما بتسمع كل شغله شو عم تعمل. واذا تصير تسمع كل شغله شو عم تعمل، وخصوصا وقت عملت الدوكيومنتري مع زياد الرحباني عم شوف الريهرسلز باستوديو وكذا، قديش في اشكالات بتصير مع موسيقيين على مش هيك هيك مش ها ها. معلوم، وما بتزبط يعني رغم الملاحظه طبعا. وكذا انه ما بتزبط. ايه في 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 الفكره في التطبيق، يعني كيف كانه مجلس النواب والقضاة والتنفيذ، تشريع وتنفيذ 100%، التشريع والتنفيذ، الفكره بمال والتنفيذ بمال. لانه يعني انت بتذكر مخبر وقت باسبور سافرت كتير ورجعت، هلأ سافرت يمكن لغير أسباب، سافرت كتير على محلات. ليش واحد بيسافر على دول تانية؟ إما تيتعرف على أنماط أم تيلاقي موسيقيين. كله أنا سفري ببيانو كونشيرتو كان سفر تشوف، لأنه وقت ألف بيانو كونشيرتو انطلقت من موسيقى الباروك اللي هي موسيقى كلاسيكية، بس حبيت ضم لها موسيقى هندية بإيقاعات الكوناكول بيسموها أبروش، نظرة للريتم بطريقة مش موجودة كتير بالموسيقى الكلاسيكية. وهالعلم الهندي منه علم مأرشف مكتوب، بيتوارث شفهيا من العصور القديمة لليوم، على عكس الموسيقى الكلاسيكية اللي كلها مدونة. في معضلة كبيرة، طب هذه الموسيقى يلي شفهيا يلي ما بتنكتب كتير، ما حدا بيفكر يكتبها، كيف بدك تكتبها تنوتها؟ هذا واحد. اثنين، كيف بدك تعممها على مجتمع كبير؟ مجتمع شو يعني بالموسيقى باللغة الموسيقية؟ يعني أوركسترا. لأنه هي موسيقى بالهند، يعني هيك إذا بدك انديفيديوال، اثنين كوميونيكيشن بتصير بين اثنين بين ثلاثة بين أربعة، بس إذا بدك تعممها على أوركسترا في عندك معضلة تاني، كيف بدك يقدروا يتفاعلوا كلهم يفهموا ذات اللغة. وعملت برمة، رحت على برشلونة قعدت مع قائد أوركسترا هونيك اسمه جوردي مورا خبير بهذا الموضوع، شفنا كيف بدنا نزوج هذا الأمور. ذات شيء بالموسيقى البرازيلية، الموسيقى البرازيلية عندهم سوينج ما بيتنوت، ما فيك تكتبه لأنه تقريبة، يعني كيف كأنه الموسيقى الكلاسيكية أو تكتب 1 2 3 4 بس 1.1
كيف بدك تكتبها هو تكت 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 كتير هيك انت كتبت بطريقه انه ما فيك تتنوطهم. ف وكيف كيف الطريقه انه تخلي 10 يدقوا زيت الشيء من دون ما تنوطهم؟ لا بدك تنوطهم بدك تنوطهم بدك تلاقي لها صيغه ايه. وبالاخص انه اذا هن ما ما بيحكوا هاللغه عندك بروبلم تاني. كيف عملت الاكزرسيس انا؟ اذا عندك واحد فرنساوي قدامك بدك تعلمه يقول يحكي لغتك يقول كيفك تكتب له اياها ك اي اف ا ك باللاتيني وقت يقولها بيلفظها صح. استخدمت حيله اللي هي تستعمل الالفابيت تبعيته او اللغه تبعيته تا يلفظ لك كلمه من عندك. بس بعد في مشكله هيدي فوناتيكلي قدر يقولها بس سنتاكس يعني المعنى فهمه لا بدك كمان تفسر له المعنى. بالموسيقى في حتى معنى معلوم معلوم في معنى اكيد بده يحس شو المعنى بده يفهم شو عم بيعمل بده يفهم شو عم بيعمل 100%. من هون الموسيقى منا مثل ما بيقولوا حبوا انه نقول شعر الميوزيك لانجاج يونيفرسال لا. الشرق اللي بحس شرقي وبينطرب على ملحم بركات ما معقول تاخذ ملحم بركات وينطربوا فيه بالبرازيل يعني ما راح يحسوا بينبسطوا بيلاقوا قصص هيك الريتم أيه. بس الاساس شو انت تكون بس من هون انا من مره كنا مسافرين على بلغاريا قاعدين بهيك مثل باب عم بيدقوا موسيقى بلغارية في شغلتين ثلاثه بتلفتك بس بشكل عام مش هي الموسيقى هي هيدي هي ذات ال وغالبا هو القصص بلفتوك ان كمان بيقطعوا بيقطعوا بفلتر بتعرفه شوي اما بهيك حسيت في شيء معه صح اكيد. هلا انت بهيدي قصه ال ايدنتيتي قبل ما واحد يفوت فيها شوي للايدنتيتي لان عم تقول انه مش يونيفرسال رح نرجع لها لانه هي عكس انه موسيقى لغه كل العالم بس توضح شو فكرتي اللغه منا يونيفرسال الالفابي يونيفرسال ايه انه بالموسيقى الالفابي يونيفرسال الدو الكل عنده هالدو في ناس اعلى اوطى شوي بس الكل عنده اياهم نوتات مفرقين بس تعمل منهم لغه هيدي منا يونيفرسال. الاوروبيين اللي عملوا الموسيقى الباروك والكلاسيك بهالطريقه نحن ما رحنا الشرق ما راح صوب هنيك. الشرق ما عنده الارموني بذات المفهوم اللي عندهم اياه الارموني يعني تزاوج الاصوات سوا يعني مش ذات الشيء ابدا. شفت لك احنا بزمان الميلاد كمان شفت بوحده من الحفلات عامل جينجل بالز يمكن جينجل بالز يمكن على شرقي وكلاسيك ومش شرقي جازي شوي ايه مزبوط. فهون قادر واحد بهالشغل الوحده يحس بثلاث ارواح صح 100% بتبين وين شوي مختلفه عن بعضها صح ايه بالضبط. Thank you.
قبل هول حفلات أي متى بلشت بحفلات أي متى يعني إذا واحد عم بيحكي كذا لغة عادة الحفلات مهرجانات كذا عنده بروتوتيب يعني إنه بدنا فنان عربي ونجيب حدا من برا شو بعرفني لشو في دائما هيك مثل وصفة بيعتمد بكل المهرجانات إذا أنت حدا مبلش وعم بيدق ميوزيك فيها أنماط مختلفة أما يمكن عنده بروجيات تانية قديش هيدا صعب إنك تخرق فيه بيئتك إلك أول شيء لكن خبرك أنا إكسبرينستي بهالموضوع أنا على عمر 18 أو 19 كتبت مسرحية ومن كل عليه بدي أنتجها يعني أول شيء توجهت عند مهرجانات بيت الدين ورجعت مكسور إنه ما مش الحال هيدا على موضوع إنه رحابني ما ساعدتني اسمي ما ساعدني أبدا لرجعت أخذت بيت الدين لبعد 10 سنين يعني تصور مهم بعد ما إنه رفض مشروعي وما مشي حاله فور شو هن الأسباب شو ما بعرف نسيت قررت أكتب غنية اسمها عم فتش على إنتاج على موضوع إنه ما لقيت إنتاج ببيت الدين ومن بعدها فت بباسبور يعني على يعني كتير صعب تخرق المهرجانات هيك او مطلق هلا بس اليوم يمكن اهين لانه في السوشيال ميديا وقتها من عم نحكي من 10 سنين واكثر ما كانت هالقد قد اليوم يعني اليوم ايه اذا بيت الدين انت عملت حفلتك بال 2019 ايه صح قبل الانهيار بشوي دخل فاذا عم تحكي 10 سنين قبل عم نحكي 2009 100% ايه باولها كثير 100% بس بنظرة ريتروسبكتيف بتلاقي انه احسن انه ما طلعت بالعمر الصغير ما بعرف ما بعرف اعمل هالاكزرسيس براسي انه بندم على شيء لو زبطت ما بقى حتى ما بقى حط انرجي على الموضوع خلص هيك صار يلا نيكست شو كيف ما بقى بدي اطلع فيها بهالنظره بس عملت شيء خاصه بمسرح ايه رجعت تحت على اساس ثاني خاصه بالموسيقى ايه موضوع شيء اسمه توتال ارت شغله كتير انا بحبزها وبشتغل على اساسها اللي هي لانه لهالسبب للسبب اللي نحن بالبيت في بيانو في كاميرا خيي مخرج انا موسيقي وانا درست اخراج كمان مش بالجامعات بنحكي فيها كمان جمع هالاساليب لتعبر شيء كتير حلو بمسرح مع الموسيقى مع الفيجوال مع الكاميرا انك تزوج كل هالامور شيء كتير حلو بس كمان صعب لانه بدك توظف مثل ما عم نوظف كنا الايدين لكذا شغله بدك توظف كل فن من هالفنون لتوصل فكرة جزء من الفكرة بدك توصلها كمان أصعب بس هذا الشيء بيسمي البدن بشغلة يعني إذا رحت وزورتت معك بشيء متكامل هيك قديش واحد قادر يكون عنده إنتاج بشيء هاد بياخد تعب يعني شيء ترهق بقى اللي أنا هيك أنا هذا وضع اليوم يعني أنا بيقولوا لي كتير لحوالين لأنه بدك لازم يصدر أكتر شغل بس ما الشغل عم بياخد وقت 2016 باسبور 2022 بيانو كونشيرتو في كتير في 6 سنين مش بهالوقت يعني مش عم من هيدا بس عمول برايحك كل حال بس عم نشتغل يعني وبدأ وقت يمكن مع الخبرة بصير أسرع ما بعرف يمكن بس هلأ اللي بقولك إنه دغري هلأ قريبا في بروجي عم بشتغله بيندرج تحت نطاق التوتال آرت العمل اللي بجمع فيه عدة أمور وإذا بدك في سمعك هيك مقطوع هو شو باز ميوزيك ولا في مسرح ولا في مسرح وفي فيزويال وفي بيرفورمانس وفي موسيقيين لايف ايه يعني وفي كلام للموسيقى ولا في موسيقى؟ كلام للموسيقى اه وفي موسيقى بس وشو بدك في بس ايه إذا بدك في دق لك قطعة من هنيك وهذه القطعة كمان تردنا على موضوع الايدنتيتي شوي هلا بتخبرني انت شوف شو الشرق فيها شو لا اذا شرقي او مش شرقي كمان
بالنسبة لي زي شرقي. بالنسبة لك شرقي كثير منيح. يعني تيرا 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 بتحس ما بعرف في فيلينج حواليها بتحسها هي. هي غنية رح تجي بالبروجي الجديد. هلا ما غنيتها بس دقت الموسيقى أحلى. يعني قصد ما حبيت غني لك إياها حتى ما العربي يفرض عليك إنها شرقي. 100% شرقي بالنسبة لي بتصور لأنه اللحن لحن شرقي. يعني ما معقول الأمريكاني يحسها لأنه كلامه ما بيسمح له يروح على هاللحن. لغته ما بتسمح له يروح على هيك لحن. بعدين نحن الناي عندك هالانسيبي هال البيانو بدك تحتال عليه حتى تجيب الجملة الشرقية لأنه البيانو تك تك تك. شرقي منه هيك. شرقي كتير بيفوتوا ببعض وبيطلعوا إلى آخره. هيدي أول شيء من ناحية اللحن. ثاني شيء الإيقاع مقصوم. إلى آخره حطيت فيه الشرقي. بس اللي مش شرقي هو الأكوريت ما لنا شرقية. يعني هول جايين أكتر من عالم الكلاسيكي الجاز. بس قدرنا بفوت بعض بجوز هيدي اللي كان عم نحكي فيها بالسياره. قدرنا نطوعه يشبهنا وهيدي بروسس طويل. يعني انا هيك الحديث عن هويه الموسيقى كتير بيلفتني دائما لانه الواحد بفكر بشغله هو عم يسمع موسيقى اليوم ويقارنها بموسيقى قبل ويقارن موسيقى قبل باللي حواليها. يعني دائما في شيء صرنا مع الوقت في نسميه الغنية اللبنانية أما الموسيقى اللبنانية. ممكن الرحابني وزكي نصيف اللي موهبة وكتار ناس هني على القليل بالنسبة لجيلنا نحن هني اللي مؤسسينا لها الموسيقى اللبنانية. أكيد. يعني يمكن قبله كان أغلب مواويل كان في الزجل طبعا بس ما كان في الميلودي اللي هيك منحسها على القليل. أنا ما بعرف إذا كثير بعرف فيه. بتسأل حالك سؤال اليوم هل بعد في موسيقى لبنانية وشو يعني؟ يعني إذا واحد عم بيسمع غنية بالسوق عم نحكي عن الإيقاع. الإيقاع بقدر أفهمه دغري في شيء شرقي في شيء مش شرقي أهين بحس التفرقة. أكيد سريع. هلأ ما قلت تسمع إيقاعات مش كتير شرقية بس في شيء شرقي ما بتقعد تعرف شو. إيه شو السؤال؟ كيف يعني لأنه عويس. إيه. هو السؤال العويس فيه انه هل بعد في واحد يحكي طالما العالم فات ببعضه وبطال واحد يعرف بالمطلق شيء كاتيجوري بعدها شغاله بالتاريخ هيك لحاله. اوكي الكاتيجوري اللبنانيه شغاله لانه موجودين من خلال اللي ذكرتهم فيليمون زكي الاخوان وديع الى اخره هي الشخصيات خلقوا هالشيء وباقيه وباقيه بس باقي هلا اذا في شيء من روحها اليوم اكيد في شيء من روحها. اكيد كل اغاني السوق اليوم من روحها. اكيد اكيد نحن وين هيك مندقر شوي انه ما عم بيصير ابتكار كتير عم نجنح على السهوله على التجاره وما عم بيكون كتير عفوي كل شيء عفوي الكلمه لا هني عفويين اللي عم بيالفوا اليوم يعني بس في حسابات تجاريه كتير براسهم يمكن في ليك ما بدي حمل ضميري بس انه في شيء ناقص في شيء ناقص في شيء ناقص ببين بمحل في واحد يحط ايده عليه انه في موسيقى بتطلع حلوه ويا لطيف وكذا ست شهور ثمان شهور بطل تسمعها خالص. اه ايه هاي اللي كمان نحكي فيها هون بيك... واحد ببين انه في شيء منيح في شيء مش منيح. لو حلو مش اسمه مش حلو 100% يعني في يكون حلو بس ما ضروري يكون الصح. والصح كلمة انا بعتذر ما عندي غير كلمة اولى اللي خليني اقول بدل الصح الطبيعي. الطبيعي ايه يمكن الطبيعي اقرب كلمة انه الغنية حتى تقطع تجتاز كل هالزمان وتضل عايشة بده يكون بتشبه الكون بده تكون جزء من الكون. فيها تكون ناجحة وستة مليار عم بغنوها أوكي بس ما تكون هي بتشبه الكون لتضل عايشة بعد 50 و100 و200 سنة. هذا شغلة صعبة يعني هو ويني غانغنام ستايل يعني أنه بتاريخ ال تماما بس هيدي بوقتها ركور ويلطي ما بدك أكيد يعني دائما في بعدين في شيء وقتها يلحق ويقلع شغلة من هول الترندز بيركب لك شي سنة من بعدها عم نلحق كلنا نفس الترند. يعني أنا بتذكر وقتها طلعت الثلاث دقات
طلع له يمكن شي 50-60 غنية من بعدها هيك برمح ولايا فعليا. ايه اكيد. بس بعدين كله بيروح يعني هلا. ولا واحلى من هيك هي برمي على شيء ثلاث دقات برمي على شيء كتير تسمعه ما في يسمي لك الغنية بس هي حتى نجحت لأنه مألوفة. ايه. وما عم ينجح غير المألوف. الجديد كله بده حسه غريب. غريب. لأنه الإنسان اليوم هيئته الإنسان مش حابب يكتشف. هيئته من خلال الموسيقى مش حابب يكتشف. يمكن على بمجالات التكنولوجي حابب يكتشف كتير هلا عصره. سيليكون فالي وكل عشي عم بيصيروا حابين يكتشفوا. بس يمكن بالموسيقى بس مش حابين. بس هي وين ما كان ولا عنا نحن. أنا في واحد يلاقي له نظرية هيك نظرية أنتر جيمية يعني على السريع واحد يفكر بشغلي. بيقول إذا في مجتمعات مأزومة وأزمتها الأساسية منطلقة سنوات من عدم الاستقرار عدم الاستقرار عدم الاستقرار بصير بكل شيء بدي نبش على الاستقرار على الراحة على الكومفورت زون بدي أعود اكتشف شيء جديد صح بدي أرجع لمحل بحس حالي فيه سيف 100% بينما إذا أنا كنت باستقرار بتاعت أطلع منه شو في براد صح فيمكن نحن حالتنا بلبنان هيك ايه أكيد بس كمان العالم هيك نحن اكثر هو العالم كان هلا بعدم استقرار في واحد ما العالم كله موسومه بانه لوين صح ما في شك على طول في مبادرات انه فرديه بس مش على صعيد امميه وعلى صعيد دول على صعيد كانوا الملوك يدفعوا تطوروا الفن يعني اليوم لا وفي في شغله ثانيه يعني يمكن ما تكون خاصه بهو كله خاصه بالسوق أنا إذا اللي بيتحكم بشو اللي بينتشر هو هول شركات الإنتاج إذا أنا عندي شركة إنتاج بدي أعمل مصاري بخفف ريسك خي أعطيني من اللي بيمشي اللي بيمشي يعني اللي دجا ماشي بقى أنا بدي أسألك سؤال شو قبل هون يعني الأودينس ولا شركة الإنتاج يعني الطلب عرفت شو قصدي يعني إنه شركة الإنتاج هي عم تفرض السوق فيها تفرض السوق شركة انتاج ولا لا عم تلحق السوق اذا فيها تفرض السوق ساعتها من لومهم كتير بقوة اذا فيكم تفرضوا السوق ليه عم تفرضوا هالشي وساعتها من بلش فكر كونسبيرسي انه في مش بعد بس اذا عم يلحقوا السوق ما انا ما مش انه 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 برافو بهنيكم لا بس انه بفهمهم عم يلحقوا السوق اذا القصة اصعب من هيك إذا القصة هي لا كونسبيرسي ولا عم يلحق السوق الفكرة هي بزنس ثينكينج يعني إنه أنا عندي شركة إنتاج أنا بدي إلحق السوق بأي معنى أنا بقدر السوق شو بيحب وبعطيه منه فبقدر أفرض على السوق هو فت على السوبر ماركت فيه البضاعة نائبة يعني تطلع هو بس أنت قلت قدرت إيه هذا التقدير بيست على شو على اللي ماشي طبعا يعني رجعنا فمش هيك بتطلع ثلاث دقات نرجع نعملنا شي 100 وحده مثلها لانه انه هيدا اذا مشيت بركي هيدا بتمشي اكيد يا بتمشي يا لا هلا في شيء تاني ما بعرف اذا هيدا خصه بجو سياسي ما هيدي الموسيقى الساحليه السواحلي الساحلي من سوريا وكذا اللي هي وديع الشيخ و تن 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 وفجاه بتلاقي كل العالم مش كل العالم بس انه في جزء كتير كبير من نايتات وكذا هون في نظرية انه السياسة بتنشر موسيقى لانه فعليا في جو بالمنطقة عم بهيك يغلي بيلقط بعضه كيف برأيك السياسة فرضت هالموسيقى؟ ما فرضت هو الظرف السياسي ايه اكيد يعني الظرف السياسي معلوم. في ناس بتقلك انه هيدي الصحوة الشيعية ايه. انه بين ايران عراق سوريا لبنان ايه. بصير يتداخل انماط من هون ومن هون ومن هون ومن اكيد هون. اكيد هلا انت عم تحكي هيك كنت عم فكر حتى بالموسيقى الباروك وهيك كان عبالي شوف اعمل قراءه سياسيه للموسيقى الباروك هلا اذا بدك للتسليه يعني باخ انا بعتبره اكثر مؤلف ديمقراطي لانه اذا بدنا نعتبر انه اللحن الميلودي الشيء اللي بيتغنى هو الشيء اللي بيسيطر اكثر شيء بغنية اكثر شيء اول شيء بتشوفه اكثر شيء مسيطر خلينا نعتبر انه اللحن بالموسيقى هو اللي بيسيطر واللي حاكم اوكي
والباقي مرافقة لهذا الشيء. باخ شو بيعمل بالموسيقى؟ عنده البيانو أو موسيقى يعني، بيقسم البيانو لأربع أقسام. قسم الباس، خلينا نسميه هلا الباس، خلينا نحن نعطي ولو كلام طائفة بس يعني شيء نعمل له أنالوجي مع لبنان، خلينا نعتبر الباس إن المسيحية. بيقسم البيانو بيرجع لقسم تاني أعلى شوي على التنور، خلينا نقول هو شيعة، وقسم أعلى نعتبرهم سنة، وقسم أعلى دروس. عندك باس، تنور، ألتو، سوبران. يلي بيعملوا بيطلق لحن، هذا اللحن يلي عملوا دي دا دي دي دا دي 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 دي. ما بيتركوا بس لجهة واحدة، بيرجع بيقطعوا لجهة تانية دغري. يعني إذا اعتبرنا نحن هو دي قلنا هو سنة عم يغنوا، استلموا الحكم دروز، استلموا الدروز دغري، عرفت الفئة السوبرانو. شو عملوا بهالوقت السنة؟ ما تضاربوا معهم مصلحتهم، إنما كملون. يعني انتقلوا بالموسيقى من حاكم لمرافق دغري، نقلهم من حاكم لمرافق، ومرافق مكمل بهمه نجاحك. ليش؟ لأنه اسمع، خليك مركز مع الشمال يلي هن قلنا السنة مثلا دا دي دا دا دي دا دا دي دا دي دا دي دا دي دا. ما خلى شيء جاعر على شو رح يصير فوق، وبالتالي كل موسيقته اللحن ما بيبقى بطرف واحد، على عكس الموسيقى اللي أنا بسميها اليوم موسيقى توتاليتارية، اللي هي الغنية اللي عادة بنسمعها، اللي كل الوقت اللحن بمحل واحد بالعالق. هلا بعطيك مثل عنا، تستكفي لك على مثل باخ، يعني دق لك بس أول الإكسبوزيسيون بسميه. قلنا هول الشباب دروز، مرحلة انتقالية، فاتوا شيعة، مرحلة انتقالية، فاتوا المسيحية دروز. بيخلق عالم بديمقراطية فظيعة. بس هون لأنه الفكرة أبستراكت، وتواحد يحكي عن ديمقراطية والبيانو بحاجة يشوف شو النقيد، إذا مش هاي النقيد شو هو الشيء التاني. وأهم شيء أنت عم تقول توتاليتاري. إيه توتاليتارية مزبوط، لأنه حتى يعني حتى الحكم التوتاليتاري بالسياسة مش شيء عاطل، يعني في شعوب ضروري أنه تحكم بتوتاليتارية. ليك الشعوب مثل أولاد وأهلهم، يعني مش معقول تخلي ابنك يمد ايده على النار او ياكل كتير شوكولا، بده الاهل يقول له لا يا خي لا ما تعمل شيء. هو على فكره المفروض واحد يوصل لمحل هذا النظر، مفروض يوصل ايه انت بتعرف وين المفروض يوصل، يكون انه هذا الشيء اللي فوق نابع من تحت، وفوق بيقول له بحط شو الضوابط لتحت، بس انطلاقا من رغبتي انه انا بحاجه لضوابط. صح، هذا هو قانون ودوله وكذا. صح اكيد. هلا بديل هالموسيقى الديمقراطيه رح اعطيك لك شيء ثاني، يعني انتبه، خلي اللي عم يحضر ما يفكر انه انا عم بقول هاي احسن من ها او احلى من ها. انا بالنسبة لي كل الموسيقى روعة، بس غير بس قراءة سياسية، ايه غير فكر، منطلقة من غير فكر كليا. مثلا على اليمين، كل
كله على اليمين كله. والشمال شو عم تعمل؟ عم بترافق كل الوقت، كل الوقت مرافق وكل الوقت نستلم الحكم. في حاكم واحد ومرافق دائما حده. صح، مشان هيك انا عم بقول لك بتسلى بشوفها بهالطريقه الموسيقيه. ايه. انه قراءه سياسيه للموسيقى. هلا هاي الموسيقى هي هيدي بيتك يا ست الختياره من سكاتش الاسوره اخوان رحباني. ايه بس مطلعها كثير بيشبه عن ندى بعدين الفوها. عن ندى بعدين الفوها، هيدي قبلها. سكاتش الاسوره حدا اخذ من الثانيه. لا هن زيتهم اخوان رحبان عاملينه. ايه بس مأثرين بحالهم اكيد يعني. اوكي. لانه انا مش عارف مين ملحن عن ندى ندى. اوكي. إيه. اخوان رحباني حقهم. عظيم يعني. بهل آلية هاي ما خاصة ب يمكن خاصة بس مش هون الصراع بالهويات بالموسيقى. اكثر ما هو بمحل تاني، هذا فكرة أكيد. مختلفة لكيف واحد اصلا بيشوف الموسيقى. بشكرك انك فهمت 100% شو قصدي. ايه عظيم. انا عم جرب شوف انه هيدي في مسابة شرقية تاني واحدة. ايه سابت. ايه بس فيها تكون حيالله شيء تاني. قلت انه الموسيقى بناء على ما تقدم يعني منا اونيفرسال، هي اللهجة. في لهجات جوات لغة بس في لهجات تحكي غير شيء. غير شعور. مش لهجة حتى، غير لغة. غير لغة. اللهجة بتفرق مصري ولبنان. انت عم تعمل موسيقتك قادر تحطها باللغة ما؟ قادر تحطها بكاتيجوري تقول هاي الموسيقى هي اكس؟ ليك بعد لانه من بعد سؤال شوي يمكن يكون عويس. يلا بحبهم، يلا فكر سوا. بعد باسبور قررت اعمل اكزرسيس، لانه باسبور كان كوكتيل موسيقى حطيتهم بالبوم واحد، مأثر بالبرازيلي وبالشرقي ومفصولين على بعض يعني. في شيء تانجو اسمه تانجو 100 بالبس، حتى بالتانجو مأثر من شغله بفوت اكيد. ايه يعني ليه عويصه سميته باسبور انه خيي هذا باسبور. دغري وراها قررت اعمل اكسر على العكس، روح العكس قول خليني حد حالي بلغه واحده. اوكي، حتى بركة من خلالها لاقي مزبوط الصوت صوتي إلي. انطلقت من الموسيقى الكلاسيكيه لانه اكثر لغه بعرفها ودارسها اكثر وحده. بس طبعا بالطريق صرت فوت من هون ومن هون ومن هون، بس برضو في عندي هيك عراسي كونسيني انه لا ما تبعد، كل ما ينزاد معي نوتة تعرف مثل في رقابة، حاطت رقابة. لعبة حلوة وكتير مفيدة، قدرت اخلق عمل فيه بعتبر انا ما بعرف المستمعين يمكن ما يوافقون، بس انا بعتبر انه خلقت لغة موحدة فيها أموجان لغة. فهون هيدا الاكزرسيس ساعدني انه اخلق لغه. هلا قديش لو ما قلت لا ارجع لو وين كنت معقول تروح؟ هيدي مهمه. هيدي ممكن تروح لشي اخو مانيوكي ها من الاخر، وممكن تروح لشي فاشل بالمره. مش مضبوطه مش مضبوطه لانه مش مضبوطه، بس يعني الاكزرسيسان فيهم يكونوا حلوين. ايه اكيد. باسبور هو الاكزرسيس الاول. باسبور هو الاكزرسيس. ايه اكيد، بس بعد فيه روح ابعد بعد، ما هذا شيء بخوف. وبعدين قد ايه قادر تروح ابعد؟ بدك تعيش. قد ايه هلا انا بعدني عم باخذ الريسك، بعدني عم باخذ الريسك على الاخر. ده بضل هيك ما بعرف. هو السؤال واحد بيسألك هون عن شيء اللي عادة واحد بالحديث عن الفن ما بينحكى فيه بالأول، بس أنا برأيي هو خطأ ما ينحكى فيه، بس مش إنه بالأول بس بارالال في شيء معه، حياة الإنسان. قديش قادر شغلك يعيشك؟ أنا بعيش من شغلي، بس إذا بتعمل الموسيقى قديش قادر الحاجة لواحد يشتغل قرر له شو موسيقته؟ يعني يمكن إذا بتعمل موسيقى كلاسيك تعرف سوقها هالقد، إذا بتعمل موسيقى من نوع تاني يمكن سوقها هالقد، إذا بزيد لك كلام بيصير سوقها هالقد. أنت حاضر دعايات ويربول هول البرادات اللي عاملينه الأخوات أخوان رحمان عاملينهم؟ لا. والفلانيلات بفيدا. الفلانيلات بفيدا. إيه فيليمون وهبي بس بيلوت. بتذكرها دعاية. طب بيضطروا يألفوا هيك. ما هيدا سؤال ليك شي حلو. انا ما بشو انا شي منيح، شي منيح تشوف الموسيقى من كل نواحيها. شي كتير منيح انه اخرتها واحد بده يشتغل. هذه مثل وقتها كانوا عملت مقابلة مع فؤاد يمين.
فؤاد بالمسرح عامل قصص روعة. طيب في قدم هيدا البروغرام تبع ديتينج شو، نسيت شو اسمه، بيجوا بنات بيجي شاب بعدين ما حضرته بس عرفت في كتير سكشوال انسينيويشنز وكذا شو، منه شيء كتير انتلكتيال يعني. فهو كان بيقول انه انا بدي اخذ قرار هو وقفهم كلهم خلص يعني في مرحله بحياتي كذا. انا اوكي بفهم هذا الشيء، واكيد بالبريورتايزيشن لازم هذا الشيء يكون باخر مرتبه، بس كمان بفهم ليش بينعمل هون. وبينعمل هون بده واحد يشتغل، اذا بس بيعمل الشيء اللي بحبه وهالشيء اللي بحبه ما له سوق، بصير سؤال كيف واحد بيعيش. مهم انا من وراء هالسؤال اللي سالته لحالي من فتره صرت اعرف انه موضوع شو بتحب از ريليتيف وبيتغير كلمه مطاطه فيك تشقلبها. اذا انا عشت 10 او 40 يوم يا بتصير مثلهم يا بترحل عنهم، بس بالاكثر رح تصير مثلهم اغلب الوقت. اغلب الوقت يعني اذا انت بتواكب العصر بتصير تحب شو بحب العصر، انه نتيجه فيك تكون نتيجه العصر يعني انت بس يعني اوكي فيك تلحق العصر مثل ما هو، وفيك تلحقه بس يكون في رقابه، في سنسورشيب، في وعي awareness. لانه مطرح ما رايحين كلنا رايحين سوا، بس كيف منروح في طرق، يمكن فيه في طرقات. يعني مين قال نحن لوين رايحين؟ فينا نروح هيك، فينا نروح هيك، فينا نروح هيك. هالنوع من الخلافات هي خلافات بالافكار. يعني في واحد بالأويرنس تبعه، يعني مين بيقول أنا أنه بكرة ما بيطلع معك شيء منطلقه ببالك أنت كلاسيك أما whatever it is، بس هيدا يركب سكة تانية ويستخدم استخدامات تانية. You never know. نتركها عالقة. طب بعد هالحديث هون هذا السؤال قلت لك قبل شوي عويص عن الهويات، عن الموسيقى اللبنانية، عن الأفكار اللي واحد فيه يتناول فيه من الموسيقى، شو له معنى أصلاً نعمل الكاتيجوريزاسيون؟ شو له معنى واحد يجي يقول هايدي حفلة جاز، هايدي حفلة موسيقى شرقية؟ هل هي بس لواحد يقدر، يعني هي حاجة السوق؟ لأنه الجمهور يمكن بيصير عنده تفضيلات، بيصير بيقدر إذا بتقلي جاز وأنا بحب الجاز مثلا بيجي، بس إذا موسيقى تاني ما بيجي، علما أنه وقت أروح على حفلة الجاز ما راح تكون كلها جاز. لا، ويمكن تروح حفلة جاز ما تنبسط، ولو رحت على هديك الحفلة كمان تنبسط. فبيصير لأنه هاي دايما صعوبة أنه واحد تصنيف يصنف كل شيء. أنا هاي دي معانية بألبومي الأول باسبور ما التقي له رف للألبوم، برمت مع كل شركة انتاج الكبيرة ما عرفوا وين بدون يحطوه. طب انا عانيت من هالمشكلة، ما فيهم يحطوه بالكلاسيك لانه منه كلاسيك كله، ما فيهم يحطوه بالورد ميوزك لانه اكيد منه وورد ميوزك كله، ما فيهم يحطوه بالجاز لانه منه جاز كله، وين بدنا نحطوه؟ مش مشكلتي. مشكلة الرفوف يعني. مشكلة الرفوف عن جد. فا ايه هيدي بتصور شغلة تجارية خلقت، وما في شك كمان يعني انت اذا ما عبالك تسمع موسيقى بلغارية لازم تتصنف بشكل شوي فيج اكتر، يعني انه هاي موسيقى بلغارية يعني مش اكتر من هيك، هاي موسيقى لا. بس حتى ما هون المشكلة، حتى ببلغاريا انا واثق في ناس بحبوا الموسيقى مؤلفين بألفوا بطريقة انه مأثرين مثلا بالموسيقى اللبنانية. طب ساعتها برضو المصطلح الموسيقى البلغارية ما بيمشي. هي شو اللي بيضحك بهالقصص؟ اذا انا بعدنا خلينا نرجع شي 100 سنة لورا قبل السوشيال ميديا والاعلام والطيارة بتوصل بثلاث ساعات على بلد، اذا واحد سافر له راح له هيك بشي جمعتين ثلاثة سافر، تأثر عن وعي ام غير وعي حسب النوايا هون بالموسيقى اليونانية، وراح سافر له عشي بلد مصر ولا بالخليج ولا بلبنان، واجا طلع بموسيقى مستوحى شيء من هونيك، بس ما حدا من هالجمهور معه خبر انه اليونان هاي موسيقته مثلا، بصير هاي الموسيقى اللبنانية. هاي ما بيعرف الا انه هيدا واحد لبناني طلع فيها. اذا ركبت سكة ما وصارت بتستعمل شيء من هالانماط على فترة من الوقت بتتداخل القصص ببعضها كتير. اكيد. على فكرة نحن هلا اللي عم نعمله عم نطرح اسئلة لنجاوب عليها بأطروحة تانية، لأنه كتير بدهم تفكير هلأ الأسئلة.
بس عم نسأل الأسئلة هلا. إيه يعني أنا ما بعرف إذا رح أخذ إكزامبل أخي من رحبين، لأنه هيك يعني وقت تأثروا بالموسيقى التانجويات بأي حسب ما شو بيخبرني بأي بيقول لي العالم ما تقبلون يعني ما قالوا إنه والله هيدي موسيقى لبنانية بالأول، ما تقبلون كأنه في شيء بالدي إن إيه تبع الشعوب محافظة عن جيران إيه تستوعب عندهم شيء إن كومن، عندهم شيء هيك إن كومن بالذاكرة الجماعية تبعيتهم حتى الموسيقية وبدينتهم يستوعبوا شيء أو لا. بتعرف الشغلة هلا إذا عم تحكي أنا عم بعمل مرة كمان كنت عم بعمل شيء ميني دوكيومنتري عن شغلة، عم بعمل ريسيرش بيطلع لي مقابلة لوديع الصافي معه مغنية صراحة نسيت شو اسمه، بس عم تحكي بالستينات أبيض وأسود وبعضه صغير وديع الصافي وكذا، عملوا لهم شي سحبة ربع ساعة عم بينعوا الفن إنه معقول الموسيقى هيك صارت. فصرت فكر شكلها هي قصة معقول الموسيقى وين صارت هكل التاريخ، وحب يسأل حاله Midnight in Paris حاضره تبع وودي ألن ايه بس نسيت نسيت الشي. قال هو كاتب منيح عايش اليوم عم بينا إنه شو هالوضع اللي وصلنا له، يا ريتني عايش بالإباك بال1900، بيرجع على 1900 بيكتشف الكتاب هنيك عم بينقوا إنه شو هالعصر اللي واصلين له، يعني نرجع على 1800 بيرجعوا لل1800 ذات الشيء. فإيه ما بعرف هذا إذا مرض هو الشعور إنه كل شيء راهن ما بيسوى، دائما كنا بموقع أحسن صح، يعني هاي نظرة سلفية شوي مزبوط، ونظرة أنا ما بحبها يعني بعني خلينا نطلع لقدام، هيدي نحن محتاجين لبنان اطلال ايه عنا اياها كتير كتير، يعني نحن محتاجين نطلع لقدام ونقرب. بس بتتخيل انه يعني هل واحد فيه يقول انه كيف نحن جيلنا بيطلع بالرحابني وفيروز ولادنا مثلا بعد 30 سنة من هلأ بيشوفوا مروان خوري ما بعرف ملحم بركات خلص في سيكل، ولا بيبقى في انه هول كلاسيك بيجي من بعض مروان خوري بيجي. لك نحن شعب من هالناحيه عم بحكي الحياه المودرن تبعيتنا، لانه دغري في ناس حيقول لا سقفتنا عمرها 3000 سنه على راسي، بس انه عمرها 100 سنه 6000 كمان ايه اكيد حسب كل العقائد صح، بس انه انا حاخذ موديل اعتق شوي اللي هو الموديل الالماني مثلا. طب ما باخ بعضه باقي لليوم كل كلاسيك تبعهم يعني، وموزار وبيتوفن عم نحكي من 400 و500 سنة، هن نجحوا بأنه يحافظوا عليهم كموديل ويطوروا حالهم أكيد. نحن قديش قادرين نعمل هالشي؟ لازم ضروري نتطور ما نضل هناك، بس بذات الوقت ما نمحي لأنه هيدا الروت تبعك، يعني مثل جذور شجرة يعني عم تطلع ضروري يعني الجذور تبقى. وهذه صعوبتها هلأ بتصور أنه إذا كل شيء فات ببعضه، ونحن شو نحضر؟ نحضر أساس بأمريكا، محضر أساس بأوروبا، وفي نتفليكس وفي يوتيوب وفي بلاي ستيشن وفي إخبار، قديش أنت هيدا الروت تبعك كمان ما طفيت شرش من شجرة تانية فاتت فيك أكيد ليك مشان هيك هلأ اللي عم تحكي اللي عم نحكي أنا وياك حكي، يعني حتى اللي أنا هلأ أنا عم بحكي بسحب حالي منه بعد نص ساعة لأنه ما بعرف شو بيصير، يعني مشان هيك كتير ضروري واحد يحاول يضل in the moment. نحن هلأ هون شوف هلأ شو بدنا نعمل، شوف هلا شو بنعمل، كون انت عم تعمل شيء لبكره كمان ايه كمان، يعني هلا الهلا هيك الهلا هي هلا مش كتير لقدام ايه. يعني ايه بالموسيقى اللي عم تشتغلها هلا عم سمعتنا شغله ايه بتلاقي في حالك بمحل بالموسيقى اللي عم بعملها هلا عم بزقزق لورا لانه عندي شعور ضروري زقزق لورا بهالوضع هلا، لأنه عم بحس إنه كتير عم نجنح عن شيء كان حلو عنا إياه. بصير السؤال هذا وين بدنا ناخده؟ أنا ما هدفي هلأ المشروع عم بعمله هو بيزقزق لورا شوي بيدقر الماضي، بس أكيد ما هدفي ضل هناك، بس عندك كنوعا ما مثل مسؤولية معقول أولى ما بعرف، عندي هيك إنه نوعا ما مثل مسؤولية حاسس هيك لازم أعمل في شيء أي اللي لازم أعمل هيك هلأ. وبالكلام انت كمان بتكتب كلام؟ انت اللي بتكتب الكلام؟ ايه ما كتير بكتب، بس وقت اكتب انا بكتب شغلة وايام كتير كمان بي بيفوت على الخط
مش يعني بيك بياخذ وبيعطي معك بشغلك؟ لا بستعين لبي اذا بدي شيء من عالمه. لانه عالمه انا ما بقدر احكي فيه. مثلا بتفكر، ما بعرف اذا هذا الشيء معقول واحد يستهويه، بس لانه جدك اكثر شيء يعني منصور الرحباني عم يحكي كمل، بس صار اكثر عم يروح على الشعر بصوره هيك يعني. حتى بمقابلاته بتذكر من سنه 2000 واخر التسعينيات دائما حديثه عن الشعر، وكان صار يعمل دواوين اكثر وينزلهم بالسوق اكثر. بتفكر شيء تاخذ شيء كلام قبل، ولا بتقول هيداك ما بيعبر عن روح اليوم اذا بدي اشتغل له موسيقى، ولا في واحد يجيب كلام؟ ما فيش مشكله، بالعكس ما عندي مشكله بالموضوع. انا بحس انه اليوم مثلا انا اسمع غنيه في اسمع من فيروز انا بس تسمع بس بنوستالجي، بس انا اسمع اليوم عن السوائي، عن السائي. السوائي وكذا لا وينهم فهمت عليك يعني وينهم؟ ما انت بس تعملها بتكون عم تعملها هيك مثل تريبيوت مش اكتر، بتكون عم تعملها مثل تريبيوت اكيد مش اكتر، مش حتى هيك تستذكر اللحظه، مش اكيد مش لحتى تحكي حالك. لا اكيد لا. وهلا هيك نختم بالمحل اللي بدك تروح عليه، وين بدك تعمل اكسبوزيشن للشغل؟ يعني انا بحس ببلدنا، نحن في واحد يقول بيعمل تور برات البلد، يمكن بلدنا عم ترجع قصص يعني. انا متفاجئ على راس السنه في رجعت حفلات وكذا، بس في فتره المهرجانات وقفوا، ويمكن الموسيقى اللي بتشتغلها هي اكثر من انه حفله بشي ما بعرف وين على راس السنه في واحد، بس بشكل عام بتحسها بدها اوركستر، بدها جو المهرجانات. هذا الشيء اذا ما رجع ما بتحس بيضيق عليك الاماكن اللي وين بدي احط فيها شغل؟ جزء من كرياتيف بروسس تبع مطلق شخص بيشتغل بالفن، مش بس انه يطور فنه بس يطور البلاتفورم تبعيته. يعني انت كاعلامي كتير عرفت تعمل هالنقلة، هلأ نحن انا وياك عم نحكي على يوتيوب، لكن النقلة اللي عملتها هيدي جزء من كرياتيف بروسس تبعك. انا كمان جزء من كرياتيف بروسس تبعي هو مش بس ألف موسيقى، بس حتى بالقالب اللي بيشبه اليوم. وبعدنا عم فكر وبعدنا عم فتش، و اكيد لازم بتطلع شوي باكثر اندستريز هيك فيها مصاري، فبتحس شو في اوبورتونيتيز لانه بيقدروا يعملوا، مش يعني المصاري منا عائق. بتطلع بامريكا ولا باوروبا في حدا شغلته يفكر لك انت بالتور تبعك؟ اكيد جاي يسالك لك وك انت تاخذ بياخذ ابروفل منك، بس حدا هاي شغلته؟ في حدا شغلته قصة تسويق الألبوم إذا بعد في سديات بوقت بوكينج ايجنت مانجر مين شغل؟ بيكون في فريق كل واحد عنده شغلة، وانت بتصير وقتك وجهدك مسخر لشغلة واحدة. هيدي وقتها ما تكون موجودة، وانت وقت تحط براسك كيف بدنا نصوره وكيف بدنا، وين بدنا نعمل اللونشينج وين بدنا نعمل الحفلة، هاي ما بتاخد وقت من هون؟ جدا جدا جدا. ومن هون طلقنا بفكرة أنا وكريم خيي نعمل شيء اسمه رحباني 3.0 اللي هي شركتنا، اسمها رحباني بس 3.0 كيف السيريال نمبر تبع ايفون الجيل الثالث اذا بدك، لحتى نلاقي حلول لمشكله كانوا عم بيعانوا منا اهلنا، لانه كانوا هن كل شغلهم عم بيصب بالفن، ما عرفوا ابدا بزنس وايز يعني يغطوا هالمشكله. ومنا هينة أنا عم بحكي، بس إنه بعدنا عم نفتش على أشخاص حابين يكملوا الفريق، يكونوا جزء من فريق، لأنه بدك فريق عمل. يعني بدك فريق عمل، الفن هو مثل بروجيكسيون للدولة، انعكاس للدولة كيف مقسومة، فيها وظائف، فيها وظائف، هيدا بيعمل هيك هذا بيعمل هيك لتنجح. أكيد هذا المشروع منه بسيط، بس اذا لحقوا ركب بيكون عم بيعمل شيء واحد في استقرار. هيك البارت الثاني والاخير يعني هو بتاعت الهم. يعني انا قاري انه عاصر رحباني رغم كل الشغل وكل شيء صاير وقت توفى تقريبا ما كان في شيء ماديات، عم بحكي مصاري، بوقت وقت واحد يطلع كمان برا بينشال الهم المادي للفنان الناجح، عم بحكي مش للكل يعني، بس حدا مثل عاصي ومنصور اذا ما نحكي بامريكا
أما بأوروبا ناس على هالمستوى يعني ولا مرة. مين بدي يقول البيتلز كان عندهم هم المصاري كان عندهم هم هلأ شو بقى نعمل بس للموسيقى يعني ما عندي هم أنا مصاري بتاعت هيدا الهم طير. أنت مع الوقت مع العمر أكيد لوين بده ياخدك جدا 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 ما عم لك مشان هيك عم نحاول اليوم أنا وكريم نحاول نعم نخلق مؤسسة مؤسس بس ما المشكلة وين بتجرك المؤسسة تبلش تفكر مثل مدير اللي هو عكس هذا اللي هو عكس هيدا ما بدي طول فيها كتير ما بدي طول فيها كتير بدي هيدا نداء عم ناشد مين في شخص يكون امتداد لأفكارنا الفنية لأنه مش هينة منا هينة أبدا شو فينا نساعد نحن حاضرين أنا ممنونك أنا بتشكر كتير على هالجلسة لأنه مثل ما عم نحكي نصلي مع أمير جنب وشايا ايه اكيد بنصلي مع عمير جنب كثير صح وسألك قريبا بدي اعمل كمان انترفيو معه ضروري فهالبلاتفورم اللي عم تفتحها اليوم هي بتسمح انه نقدر نتواصل مع اشخاص ما فيك تتواصل معهم عبر التلفزيون او الميديا الاعتيادية يعني واللي هو شيء بشكرك كثير عليه بالعكس انا بشكرك مندق شغلي بس هيك نعمل تيست للناس وانا كنا عم نحكي باول حديث انه واحد بيطوع آلة بيقدر يشتغل عليها شيء تاني اذا مثلا بنجرب موسيقى اما اثنين اما ثلاثه نشوف اذا بس بيندق شقفه منه اذا راح يعرفون ايه ولا لا بنعمل تريفيا 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 ايه هيدي هلا كنت عم بشتغل عليها كفر لغنيه بنشوف اذا بيعرفوا العالم اوكي رح بس بدايتها اوكي يلي بحب يحضر فيه حط على الكومنت ما هي حط على حط على الكومنت شو بيربح من ربحه بنشوف شو بيربح بنشوف شو بيربح اذا عليك حطيت شازام شازام أنا ما أنا ضيفكم تكون كيوي لازم تاكلوا كيوي أنت بعدك عم تشبه الموسيقى الكيوي كيوي ها هيدي كيوي ها فيها مرة مش مرة هيك حامضة طيبة بس طيبة حلوة لا ما حسيتها لا مش ما حسيتها بعده بمخي بالموسيقى مجرب ايه بس على فكرة بهالشغلة يعني انه في كتير هلا كان عم بفكر فيها هايدي بالنسبة لهول غير هاي بالنسبة لهول شفت الفرق هاي بتزعق هاي اللي معه ضغط مش لازم يدقه دغري بيعلى ضغطه حزين كتير شدنا هيك كيب هاي هايدي وارم هيك دافي اكتر فايه في طعمات في جو فيها رح نضيفكم كيوي هلا مع نهايه الحلقه ونشوف بالكومنتس شو بده يجي على موسيقى هلا قلت لي تحت الهوا شوي نعرف مين جاوب صح بس مش اقدر رح تابعك رح تابعك اش اوين غنم سيجا يعني دسمه يعني ما في ربع هون ايه دسمه وبتحس الغنم يعني عرفت بتحس الزنخه هيدي سيجا انا مع يعني كثير ما بعرف قصة المقامات شو إفادتها يعني وقت واحد بده يألف ولا بده يعمل شيء إذا في يتحرر من المقامات ينقل بين شغلة وشغلة هو هيك كل الوقت عم بيصير
فأنا شو بعد له هو أهمية يعني أنا في دق خبرية فيها إذا حدا بدي يحللها بيقول لك فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة بس إنه ما بنطلق إنه أنا مثلا هلا خلينا نبلش مثلا بهالمقام ما حدا بينطلق هيك إذا أنت كشخص تتألف عم تفكر هيك ما تألف يعني منا لك صارت وظيفي يعني منا لك خلص بتعرف حالك منا لك عرفت يعني عم تحكي ملحن بلش على الكورد هيدا هو المقام تبعه عم بيلعب عليه تا 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 دي انا رح حجاز يا ندم ندم انا يا وسيجا يا ما عندي سيجا دا دي دا 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 ما عندي الربع هون نقل حس بده ينقل مش انه انا قال والله هلا بعد الكورد شو بدي اعمل ولا ممكن بعدين الربع دا 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 بيت سول نقل على البيت بس انتقال من مقال مقام عم بيخلق لك شي جديد عم بيغير الفيس تبعك انت تغيرت هلا حسيت انه وهون الانتصار هون فرحة على ايه رح نحكي عنه الى اخره فانتقاله من مقام لمقام هي نتيجه تلقائيه لشيء هو عم يبنيه بس ما قعد وقعد ينقل من مقامه لك انتصاره اكبر من انتصار بيتوفن بالتاسعه بالنسبه لي والله لانه مش معقول من وين فات لوين طلع لوين من مقام لمقام غنيه موسيقتنا طيب انا في شيء كان ينحكى عن رحم بركات ويحكى عن كثير ناس ليش بيعمل تاليف لموسيقى وبيعمل بناء فيها ما كثير بحط افور على التوزيع توزيع الموسيقى ايه اذا واحد بيجي بعد فتره مثلا بياخذ شيء موسيقى يمكن هيدا مثلا بجرب يعملها اوركسترا شو بتطلع يعني بتطلع موسيقى فيك تسمع بلا كلام هيدي اكيد زياد عنده كثير محاولات فيهم وكثير ناجحين اخذ كل اخوان الرحبان وعملوا الموسيقى بس شو بك شو اسمه بالافراح ما في كلمه واحده كله عم يدقوا اغاني هيدي موجود هلا في كمان اتجاه انه ينحط باطار اوركسترالي اكبر هون في شوي مشكله ايام حلو ايام بتخسر من جوهرة الغنية اللي خلقت تكون هيك ما خلقت تكون ما خلقت لتكون بتولز المانية واوروبية ويا لطيف بيانو بس عم نضطر نعملها عم نضطر نعملها مواكبة مع عم نضطر نعملها اوكي وعم نحاول انت وشطارتك قدي فيك تطوع هلأ بنرجع لذات موضوع تطوع الأوركسترا الكبيرة تصير بتشبهك لألك ما بقى تنسى أنه هيدي الأوركسترا يعني موزار وبيتوفن والشباب مشروع هيدا أكسترا على كاميرا واحدة بس عملها مراكب Thank you مرسي إلك